الهليكوبتر. صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين علي علي علي. صلى الله عليك وعلى أبنائك المعصومين. يا ليتنا كنا معكم. هذا دعاء يا أخوان، دعاء. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. إن كنت يوما للأحبة فاقدا أو قد عراك من المصاب ذهول إياك تجزع، إياك تجزع من حلول بلية، فالمرء عما قاله مسؤول. طوبى لهم حسن المآب وجنته، فردوس فيها ظلة وغليل. وبذاك أوصف سبط زينب أخته،